من ضمن الأسئلة، هل فعلا البنوك الحكومية الشغل فيها بالواسطة والكوسة؟ لا، في كل الأماكن في شغل بالواسطة والكوسة، ولكن ما ينفعش إن احنا نحكم على كل الأماكن بإن الشغل فيها بيكون ده. في ناس أكيد بيكون في واسطة، ولكن أنا والله شفت بعيني إن في حد كان والدته مدير إدارة في إحدى البنوك، مديرة مش مثلا عيلة صغيرة أو لا، مديرة مش عارفة تشغل ابنها. طب دي حالة قدام عيني، هل أكذب عيني وأقول مثلا كذا أو كذا؟ أكيد لا. فنضع ده في الاعتبار ان في واسطه وفي كوسه، ولكن فكره الرشاوى كده ما بقتش موجوده، وكتير جدا من البنوك في الوقت الحالي بقت بتحط ريستريكشن او قيود على عمل ابناء العاملين، بتقول لك لو انت ليك قريب من الدرجه الاولى لا ما يقدمش لغايه لما يطلع معاش. ليه؟ لان بقى عندهم اشكاليات في هذا الموضوع. فنصيحتي تفككوا من المواضيع دي وحاولوا تقدموا، وان شاء الله ربنا يكتب لكم كل خير، وما تركزوش في موضوع الكوسه والواسطه والمحسوبيه واصل كلها ماشيه كده واحنا اولاد الغلابه. بلاش تفكروا كده، لانك شفنا امثله كتيره ناس اشتغلت ولا اي حاجه وقفت قدامها في هذا الموضوع بتاعه.